ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الاربعاء 6 يوليو تموز 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23/9 ل 3/10. هتعم النهاردة اجواء كتيرة فيها ارتياب، هتستوجب منك انك تاخد موقف. هتلاقي النهاردة صعوبة في انك تتخلى عن طريقة تفكيرك اللي بتعتبر معتادة، برغم من كل العواقب السلبية اللي ممكن تبقى نابعة من ماضيك. مع كل ده هتحاول انك تبقى متفتح علشان تعرف تتمكن من انك تعدي كل المصاعب وكل العراقيل بليونة وسهولة. ممكن يبقى بيتأثر جسمك لو كان الضغط عليه بيزيد. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية مواليد 4/10 ل 13/10، كل العراقيل اللي انت تنبأت بقدومها من فترة طويلة هتبتدي تظهر بشكل تدريجي وتتحول لواقع هيكون تفاديه مستحيل. هتواجه كل التحديات دي في أسرع وقت ممكن حتى لو كانت المهمة صعبة. كل ما انت بتتأخر في كل ده هتتراكم قدامك العراقيل، هيتوجب عليك انك تضاعف مجهودك علشان تتجاوزها. بالنسبة لي توقعات العشرية التالتة مواليد 14 أكتوبر 10 ل 22 10، بتتنبأ النهاردة باضطراب وقوع مشاكل تعتبر غير متوقع. تحفيزك على حلها يبقى أصعب من المعتاد. ما تيأس، حاول دايما انك تدور على بدايل علشان تعرف تتساءل لأي درجة ممكن تبقى بتأثر المشاكل سلبيا عليك شخصيا. من الأفضل انك تستنى شوية وتدي لنفسك فرصة انك المشاكل تلاقي الحل ليها بمفردها.